مساء الخير أبنائنا طلبة الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في الفصل الدراسي الثاني، ونتمنى أن يكون ترم سعيد وإن شاء الله الناس تبدأ تتفوق نكون من الأوائل بإذن الله. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الدرس الأولاني من دروس الهندسة، هنتكلم عن تساوي مساحتي متوازي الأضلاع. لما نيجي نتكلم عن تساوي مساحتي متوازي الأضلاع هنبدأ نشوف نظرية، نتكلم متى تتساوى مساحتي متوازيي الأضلاع وإيه الشروط عشان يكون في عندي اتنين متوازي أضلاع وتكون مساحتهم متساوية. كمان هنتكلم على العلاقة بين مساحة المستطيل ومساحة متوازي الأضلاع مشتركين في القاعدة ومحصورين بين مستقيمين متوازيين. كمان هنقارن ما بين العلاقة ما بين مثلث ومتوازي أضلاع مشتركين في القاعدة ومحصورين بين مستقيمين متوازيين. يبقى هنقارن ما بين متوازيي أضلاع مع بعض، هنقارن ما بين مستطيل متوازي أضلاع، هنقارن ما بين مثلث متوازي أضلاع. كمان هنبدأ نستنتج العلاقة ما بين مساحات متوازيات الأضلاع اللي بتكون قواعدها متساوية وبرضه بتكون محصورة ما بين مستقيمين متوازيين. نتمنى إن كل الناس تكون في تفاعل ويكون في تجاوب معانا، لو في حد عنده أسئلة، لو في حد مش مفهومة نبدأ نعيدها تاني وإن شاء الله كله هيكون واضح بإذن الله. اول حاجه هنبدا نتكلم يعني ايه متوازي اضلاع، ودي معلومه قديمه احنا بنراجعها من سنين سابقه. يعني ايه متوازي اضلاع؟ زي ما انتم شايفين متوازي الاضلاع هو شكل رباعي. متوازي الاضلاع هو ايه؟ هو شكل رباعي، في كل ضلعان متقابلان متوازيان، هنا في خطين وهنا في خطين، معناها ان الضلع ده بيوازي الضلع ده، وهنا في سهم واحد وهنا في سهم واحد، معناها ان الضلع ده بيكون موازي للضلع ده. يبقى متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان، كل اتنين في وش بعض بيكونوا متوازيان. طيب نتكلم بعدين عن خواص متوازي الأضلاع. ايه هي خواص متوازي الأضلاع؟ لما نتكلم عن خواص متوازي الأضلاع عند عدة خواص. رقم واحد ناخدها من التعريف، كل ضلعان متقابلان متوازيان، دي من التعريف، ونضيف عليها ان هما بيكونوا متساويان. يبقى كل ضلعان متقابلان يكونوا متوازيان وفي نفس الوقت متساويان في الطول. رقم اتنين، كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. يعني لو انا فرضت عندي وسميت الشكل اللي موجود عندي وقلت ان دي كده الف ودي كده ب ودي كده جيم ودي كده د، مين الزاويتين المتقابلتان؟ الزاويتين المتقابلتان اللي عندي هيكون عندي زاويه الف وهتكون بتقابلها زاويه جيم، وهيكون الاتنين متساويتان في القياس. يبقى كل زاويتان متقابلتان هيكونوا متساويتان في القياس. طيب ألف بتقابلها جيم، طب ب بتقابلها مين؟ ب بتقابلها د، ب بتقابلها مين؟ د. يبقى قياس زاوية ب بتساوي قياس زاوية د لأنهما زاويتان متقابلتان، لأنهما زاويتان إيه؟ متقابلتان. طيب نبدأ نتكلم في جزئية تانية. كل زاويتان متتاليتان متكاملتان، مين الزوايا المتتالية؟ زاويتين متتاليتين لما أجي أقول اسم الشكل بقول اسمه الشكل متوازي أضلاع ألف ب ج د. من الحروف اللي نطقتها ورا بعض هي دي تعبر عن الزوايا المتتاليه او الرؤوس المتتاليه. يعني انا بقول الف ب، يبقى الف قياس زاويه الف زائد قياس زاويه ب هيكون مجموعهم 180 درجه. طيب بعدين قلت ب وج، يبقى قياس زاويه ب وقياس زاويه ج هيكون مجموعهم 180 درجه، او ج زائد الدال مجموعهم 180 درجه، د زائد الف مجموعهم 180 درجه. دول بتعتبر كل زوج منهم يعتبر زاويتين متتاليتين، واي زاويتين متتاليتين بيكون مجموعهم 180 درجه او بنقول عليهم زاويتان متكاملتان. اخر حاجه بنقول ان القطران ينصف كل منهما الاخر، ودي الجزئيه دي بتيجي ازاي؟ ايه هو القطر؟ القطر هي القطعه المستقيمه اللي تصل الراسين غير متتاليين. يعني انا عندي ا وب دول راسين متتاليتين ليصل بينهم القطعه المستقيمه او الضلع، لكن انا لو وصلت الالف بالجيم يبقى انا كده بوصل، يبقى انا عندي ا ج يعتبر قطر، لو وصلت ال ب بالدال يعتبر عندي قطر. القطران ينصف كل منهما الاخر، يعني لو هما الاثنين تقاطعوا في نقطه سميتها م هيكون عندي الالف م بيساوي الميم ج، الف م بيساوي الميم ج، وفي نفس الوقت الميم د هيساوي ال ب م. يبقى القطران ينصف كل منهما الاخر، القطران ينصف كل منهما الاخر. متوازي الأضلاع قلنا إن هو شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان. هناخد حالات خاصة من متوازي الأضلاع، هناخد حالات خاصة من متوازي الأضلاع. طيب متوازي الأضلاع الأصلي اللي عندي هو شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان.
الجزئية الأولانية هنبدأ نتكلم عن المستطيل. إيه هو المستطيل؟ هو متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة، يعني هو في أصله متوازي أضلاع لكن في زاوية قائمة، ولو في زاوية قائمة يبقى كل الزوايا تبقى قائمة، لأن الزاوية دي هتساوي الزاوية دي زاويتين متقابلتين، يبقى كل واحدة 90، والزاوية دي والزاوية التالية ليها مجموعهم 180، وتكون واحدة 90 يبقى الأخرى برضو هتكون 180 ناقص 90 هتديني 90. يبقى المستطيل هو متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة. المستطيل هو متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة. نتكلم عن المعين. معين برضه هو متوازي أضلاع، في كل ضلعان متتاليان متساويان، يعني عند الضلع ده بيساوي الضلع اللي بعده بيساوي الضلع اللي بعده، يعني أضلاعه بتكون متساوية. يبقى المعين هو متوازي أضلاع، أضلاعه متساوية، أضلاعه إيه؟ متساوية. الحالة التالتة من حالات الخاص المتوازي أضلاع هو المربع. المربع هو متوازي أضلاع، فيه ضلعان متجاوران متساويان وإحدى زواياه قائمة، أدي المربع. في ضلعان متجاوران متساويان، يعني كل الأضلاع عندي يكون متساوية، لأن الضلع ده بيساوي الضلع المقابل ليه والضلع ده بيساوي الضلع المقابل ليه، يعني أضلاعه بتكون متساوية وزواياه كلها بتكون قائمة. يبقى المربع أضلاع متساوية وزوايا قائمة، والقطران بيكونوا متساويان في الطول. ممكن نقول على المربع إن هو معين إحدى زواياه قائمة، ودي بعض الأسئلة اللي بتجيني في الامتحانات، إن هو يجي أنا خدت كلمة متوازي أضلاع في ضلعان متجاوران متساويان، ده تعريف المعين، شلتهم ورحت كاتب معين وخدت الجزئية الأخيرة، يبقى المربع هو معين إحدى زواياه قائمة، يعني أضلاع متساوية وزوايا قائمة. أو ممكن أقول على المربع هو مستطيل فيه ضلعان متجاوران متساويان، لأن المستطيل أضلاع متساوية، فلو قلت على متوازي أضلاع إنه مستطيل وأضلاع متساوية يبقى مربع، لأن هيبقى زواياه قائمة وأضلاع متساوية يبقى برضو إيه؟ مربع. ندخل في جزئية جديدة، ندخل في جزئية جديدة، ندخل على نظرية واحد. بتقول إيه نظرية واحد؟ بيقول لي سطح متوازيي الأضلاع المشتركين في القاعدة والمحصورين بين مستقبين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة يكونان متساويان في المساحة. طيب تعالوا نفسرها كده بالراحة مع بعض، تعالوا نفسرها بالراحة مع بعض. يعني إيه متوازيي الأضلاع مشتركين في القاعدة؟ أنا رسمت لكم الرسمة، عندي اتنين متوازي أضلاع، واحد بلون أحمر واحد بلون أخضر، يبقى عندي اتنين متوازي أضلاع، واحد أحمر واحد أخضر. هو هنا بيقول في النظرية سطح متوازيي الأضلاع المشتركين في القاعدة. طيب مين القاعدة المشتركة؟ هي ب ج، لأن الأولاني اسمه أ ب ج د، متوازي الأضلاع الأولاني اسمه أ ب ج د، يبقى القاعدة اللي عندي هي ال ب ج. طب متوازي الأضلاع التاني اللي هو باللون الأخضر اسمه ه ب ج د، مين القاعدة بتاعته؟ هي ال ب ج، يبقى متوازيي الأضلاع اللي موجودين عندي اسم الأولاني أ ب ج د واسم التاني ه ب ج د، هما الاتنين بيشتركوا في القاعدة ب ج، هما الاتنين بيشتركوا في القاعدة إيه؟ بهجي. ومحصورين بين مستقيمين متوازيين، لو انا اعتبرت المستقيم الاولاني لام واحد هيوازي لام اتنين زي ما انتم شايفين عاملين زي قضيبين استك الحديد. طيب لو حصل عندي الكلام ده، في عندي متوازيي اضلاع ليهم نفس القاعده محصورين بين مستقيمين متوازيين، هستنتج ان مساحتهم هتكون متساويه، يعني مساحه متوازي الاضلاع اللي هو باللون الاحمر اللي هو اسمه ا ب ج د هيساوي مساحه متوازي الاضلاع الآخر اللي هو ه ب ج واو اللي هو باللون الأخضر. يبقى النظرية في عندي اتنين متوازي أضلاع مشتركين في القاعدة ومحصورين بين مستقيمين متوازيين، يبقى أنا عندي ثلاث حاجات، عندي متوازيي أضلاع دي رقم واحد، في علاقة تربطهم إن هم مشتركين في القاعدة، العلاقة التانية اللي تربطهم إن هم محصورين بين مستقيمين متوازيين، لو الشروط دي اتواجدت عندي هتكون مساحاتهم متساوية، هتكون مساحاتهم متساوية. دي نظرية واحد، دي نظرية ايه؟ واحد. طيب لو بصيتوا كده القضبان السك الحديد، لو بصيتوا القضبان السك الحديد، انا ليه جايب الصورة دي؟ عشان عايز اتكلم عن حاجة اسمها الارتفاع. ايه الارتفاع؟ لو بصيتوا للقضيبين اللي موجودين عندي، ادي القضيب ده وادي القضيب ده عاملين زي خطين مستقيمين متوازيين، عاملين زي خطين مستقيمين ايه؟ متوازيين. لو انتوا بصيتوا للخشبة اللي بتربط القضيبين دول اللي هي مربوطة بمسامير، هنلاحظ ان الخشبة دي وبعديها خشبة تانية وبعديها خشبة تالتة وهكذا، الخشب ده بيكون اطواله متساوية، بتكون اطواله ايه؟ متساوية. عايز اوصل ايه؟ عايز اقول لكم ان البعد ما بين
القضيب الأولاني والقضيب الثاني بتكون متساوي على طول خط السك الحديد. يعني لو أنا قلت المسافة دي هتساوي المسافة دي هتساوي المسافة دي وهكذا. وليه بتعبر عن الارتفاع؟ إيه هو الارتفاع؟ قال لك الارتفاع هو البعد بين مستقيمين متوازيين يكون ثابت مثل قضبان السك الحديد. يبقى البعد ما بين مستقيمين متوازيين هو الارتفاع. هو مين؟ هو الارتفاع. طيب ناخد مثال عندي للرسم اللي موجوده عندي. ادي عندي متوازي الاضلاع، دي قاعده اللي انا بشاور عليها، دي قاعده اللي انا بشاور عليها الاولانيه، دي ايه؟ قاعده. ممكن نسميها، تعالوا نسميها مع بعض. لو سميت متوازي الاضلاع اللي موجود عندي ده الف ب ج د، الف ب ايه؟ ج د. مين القاعده اللي عندي اسمها الف د؟ مين القاعده اللي عندي اسمها الف د؟ طب ومين الارتفاع؟ عندي اللي باللون الاحمر ده ارتفاع والتاني ده ارتفاع، طب اخد انه فيهم؟ الاثنين قد بعض، الاثنين قد بعض، والاثنين هم نفس القيمه. يعني لو كان طول عندي الارتفاع الاولاني ده مثلا 10 سم، يبقى الارتفاع الثاني هيكون مساوي لي. ليه؟ لان البعد بين مستقيمين متوازيين يكون ثابت. ادي ال ب ج بيوازي الالف د، البعد ما بينهم ثابت. يبقى الارتفاع الاحمر الاولاني ده قد الارتفاع الاحمر الثاني. في كام ارتفاع عندي للقاعدة ألف د؟ العدد لا نهائي وكلهم متساويين، كلهم ايه؟ متساويين. طيب حضرتك يا مستر أخدت القاعدة دي، لو متوازي الأضلاع هو نفسه ممكن ناخد قواعد تانية؟ ممكن ناخد القاعدة اللي تحت. يعني لو أنا كتبت نفس الحروف، أدي الألف وأدي الب وأدي الجيم وأدي الدال، أنا هنا كانت القاعدة اللي عندي هي الألف دال. كانت القاعدة هي مين؟ كانت القاعدة هي عبارة عن الألف د، تمام، والارتفاع العمودي عليها. طب هنا مين القاعدة يا مستر؟ القاعدة هنا كانت عندي هي عبارة عن الدال ج، عبارة عن مين؟ الدال ج. ومين الارتفاع؟ أدي ارتفاع 2 3 كلهم متساويين. خد اللي يعجبك، أي واحد فيهم أنت تقدر تعوض بيه، لأن كلهم في الآخر هيطلعوا نفس الطول، كلهم في الآخر هيطلعوا إيه؟ نفس الطول. قبل ما اسيب الجزئيه دي عايزكم تبصوا معايا على حاجه. لو بصيت حضرتك على القاعده دي هلاقي الارتفاع جاي كده عمودي عليها. لو بصيت على القاعده دي هلاقي الارتفاع عمودي عليها. طب ينفع اخد الارتفاع ده مع القاعده ده الجيم؟ مستحيل، لانه مش عمودي عليه. طب ينفع اخد الارتفاع ده وليكن عندي اسمه س ص مع القاعده الف د؟ لا، لانه مش عمودي على الالف د، لانه مش عمودي على مين؟ على الالف د. خدت قاعده د الجيم، يبقى الارتفاع اللي موجود عندي دغري كده اللي هو مين؟ اللي هو السين ص، اللي هو من ايه؟ السين ص. واضح يا ولاد؟ طيب عايز اقف كمان على جزئيه ثانيه. لو بصيتوا كده وشفتوا القاعده الف د، لو سميت الارتفاع ده مثلا ب ه، يبقى القاعده عندي هي الالف د، والارتفاع هو عباره عن الب ه. ارتفاع عبارة عن مين؟ الب. ركزوا معايا، القاعدة ألف دال، أنا عندي متوازي أضلاع اسمه ألف ب ج د. هتلاقي فيه ضلعين متجاورين اللي هما الألف دال والدال ج. هتلاقي واحد منهم قصير واحد طويل. القاعدة القصيرة اللي هي الألف دال، الارتفاع اللي مرسوم عليها هيكون طوله أطول من طول الارتفاع اللي هو س ص. أقولها تاني الجزئية دي. متوازي الأضلاع اللي موجود عندي، عندي قاعدتين، عندي الالف دال هنا وعندي الدال جيم هنا. الالف دال اللي هنا الارتفاع بتاعها هو الب ه، والدال جيم اللي هنا الارتفاع بتاعها هو السين ص. هو مين؟ السين ص. القاعده القصيره الارتفاع بتاعها بيكون طويل، والقاعده الطويله بيكون الارتفاع بتاعها بيكون قصير. وهنفهم معنى الكلام ده دلوقتي. نتيجه واحد، مساحه متوازي الاضلاع بتساوي مساحه المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين. مساحة متوازي الأضلاع بتساوي مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين. طيب فين المستطيل وفين متوازي الأضلاع؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. متوازي الأضلاع اسمه ألف ب ج د، تمام؟ أدي متوازي الأضلاع اللي موجود عندي. لو احنا لوناه هنعمله كده، تمام. طب وفين المستطيل اللي عندي يا مستر؟ ها المستطيل اللي عندي هو مين؟ يبقى متوازي الاضلاع
هو الألف ب ج د، متوازي أضلاع اسمه إيه؟ ألف ب ج د، تمام. طب والمستطيل، المستطيل اللي موجود عندي اسمه ه ب ج د. أنا ظللت متوازي أضلاع باللون الأحمر، هظلل المستطيل باللون الأخضر، هظلل المستطيل باللون إيه؟ الأخضر، تمام. طيب النتيجة بتقول إيه يا مستر؟ النتيجة بتقول عندي مساحة متوازي أضلاع بتساوي مساحة المستطيل، مساحة متوازي أضلاع بتساوي مساحة المستطيل. ليه يا مستر؟ أقول لكم ليه. مساحة المستطيل بتساوي إيه؟ أو مساحة متوازي الأضلاع الأول بتساوي إيه؟ أحط هنا ميم، مساحة متوازي أضلاع، مساحة متوازي أضلاع بتساوي إيه يا مستر؟ بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. طول القاعدة فين؟ في الارتفاع. طب مين القاعدة اللي عندي هنا؟ القاعدة اللي عندي هي ال ب ج، ومين الارتفاع؟ ه ب، صح؟ تمام. سامع ناس بتقول لي ايوه، يبقى ادي القاعدة اللي عندي هي ال ب ج، ادي متوازي اضلاع ا ب ج د، ادي القاعدة، وهاخد اي ارتفاع عليها، ممكن اخد ال ه ب، ممكن اخد الواو ج، الاتنين عموديان، هما كده كده الاتنين متساويان. يبقى مساحة متوازي اضلاع هتساوي ال ب ج للقاعدة مضروبة في الارتفاع المناظر ليها اللي هو ال ب ه اهو، او ال ب اله ب او ال ب. طيب وبالنسبة للمستطيل، ماله المستطيل يا مستر؟ هنجيب مساحة المستطيل، ادي مساحة المستطيل. مساحة المستطيل بيساوي ايه؟ بيساوي القاعدة او حاصل ضرب ضلعان متعامدان، او الطول في العرض، ماشي. لو قلنا الطول في العرض، الطول في العرض. طب لما نيجي نتكلم عن المستطيل، مين الطول ومين العرض؟ اي ضلعين متجاورين هيكون واحد طول واحد عرض. طب لو اعتبرت ان الطول هو ال ب ج، يبقى مين الارتفاع؟ هو ال ب ه يا مستر، او ال ه ب. ايه اللي ملاحظينه؟ ملاحظين ان المساحه هنا كانت ال ب ه، وان المساحه هنا هي ال ب ج، المساحه هنا كانت ب ج في ه ب، وهنا ال ب ج في ه ب، هي نفسها. يعني نستنتج ايه؟ ان مساحه متوازي الاضلاع هتساوي مساحه المستطيل. يبقى نقول النتيجه تاني، مساحه متوازي الاضلاع بتساوي مساحه المستطيل المشترك معه في القاعده. هما فعلا ليهم نفس القاعده المشتركه اللي هي ب ج، لكن في شرط تاني محصورين بين مستقيمين متوازيين. فين هم المستقيمين المتوازيين يا مستر؟ هقول لكم عليهم دلوقتي حالا. ادي المستقيمين المتوازيين، اعملهم لكم باللون الازرق. ادي المستقيم الاولاني بيوازي المستقيم الثاني. يبقى الشروط موجوده عندي، عندي مستطيل وعندي متوازي اضلاع بيشتركوا في القاعدة اللي عندي هي ال ب ج، محصورين بين مستقيمين متوازيين اللي هو الألف واو والب ج. يبقى مساحة المتوازي الأضلاع هتساوي مساحة المستطيل. مساحة متوازي الأضلاع بتساوي إيه؟ كقانون مساحة متوازي الأضلاع أنا لسه قايلها ومعوض بيها، بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. طب لو عايز طول القاعدة هقسم المساحة على الارتفاع، لو عايز الارتفاع هقسم المساحة على طول القاعدة، هقسم المساحة على مين؟ على طول القاعدة. طب ناخد مثال نبدأ نشتغل بيه بالكلام اللي إحنا بنقوله. متوازي اضلاع طول قاعدته 5 والارتفاع 3، ده سؤال مباشر. اقولها تاني، متوازي اضلاع طول قاعدته 5 سنتي والارتفاع 3 سنتي، فان المساحه بتساوي نقط. مساحه بتساوي ايه؟ القانون موجود عندك هنا. ايوه، سامع حد بيقول لي طول القاعده في الارتفاع، اهي طول القاعده في الارتفاع. طب وهنا مديني طول القاعده بكام؟ ب5. مديك الارتفاع المناظر بكام؟ ب3. نبدأ نحلها، مديني اختيارات. طب حلو، السؤال ممكن يجي لك آخر السنة اختيارات، أو ممكن يجي لك أكمل، أو ممكن يجي لك سؤال مقالي، ما تفرقش معانا. هنبدأ نحل عادي خالص. لو جالك مقالي أدي الحل بتاعه، هنكتب القانون. مساحة متوازي الأضلاع بيساوي إيه؟ طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة اللي هو مديهاني كام يا مستر؟ 5، والارتفاع كام؟ 3. نضرب 5 في 3 ب 15 سنتي. هل موجود في الاختيارات عندي؟ ادي ال 15 اهي، نحط خط تحت ال 15. وصلت؟ يبقى متوازي اضلاع طول القاعده في الارتفاع هو مدهاني 5 في 3 ب 15 دغري. ناخد تمرين كمان، واللي متوازي اضلاع مساحته 20 سنتيمتر مربع والارتفاع 5 سنتي، يبقى مديني مساحه متوازي اضلاع 20 سنتيمتر مربع والارتفاع 5، عايز طول القاعده. انا لسه قايل من شويه ادي عندي مديني اختيارات، كلام حلو خالص. تعالوا نحلها، لو جاتني مقالي اكمل اختار، ما تفرقش معايا، نحل. طول القاعده هتساوي المساحه على الارتفاع، المساحه على مين؟ على الارتفاع. طب المساحه عندي بكام؟ المساحه عندي ب 20، يبقى اخد المساحه واعوض بيها، والارتفاع هم ادوني بكام؟ ب 5،
20 على الخمسة بيساوي 4 سنتي. 20 على الخمسة بيساوي كام؟ 4 سنتي. يبقى طول القاعدة هتساوي المساحة على الارتفاع نقسم 20 على الخمسة هتساوي 4 سنتي. يبقى أبدأ أختار الأربعة. تمرين كمان. قال لي متوازي أضلاع مساحته 8 سنتيمتر مربع وطول القاعدة 4. تاني، متوازي أضلاع مساحته 8 سنتيمتر مربع وطول القاعدة كام؟ 4 سنتي. فإن الارتفاع يساوي، فإن الارتفاع إيه؟ يساوي. هو عايز الارتفاع. الارتفاع احنا لسه قايلين من شويه بيساوي ايه؟ ايوه هقسم. تمام، في حد افتكر بيقول لي نقسم. جدع افتكرت حاجه. ها، حد بيفتكر بيقول لي هي المساحه طول في عرض، طول في القاعده في ارتفاع، طول القاعده فين؟ في الارتفاع. تمام. طيب واللي فاتت دي كنت جايب القاعده فقسمت المساحه على الارتفاع. طب ولو عايز الارتفاع؟ ايوه تمام، الناس جابتها. هنقسم المساحه على طول القاعده. يبقى لما اكون عايز الارتفاع هقسم المساحة على طول القاعدة. طيب نكتب الحل ونبدأ نحلها. الارتفاع هيساوي المساحة على طول القاعدة. هو مديني مساحة بكام؟ بتمانية، وطول القاعدة بكام؟ باربعة. يبقى نقسم التمانية على الاربعة يديني اتنين سنتي. يبقى الارتفاع هيساوي المساحة على طول القاعدة نقسم التمانية على الاربعة يديني اتنين سنتي. يبقى نختار الاتنين. تمام، عايزكم تبدأوا تفكروا بنفس الطريقة في الامتحان. سؤال جاني مقالي، جاني أكمل، أبدأ أحله، أحله في كراسة الإجابة، أحله في دماغي، لازم نبدأ نحله ونبدأ بعدين نطلع الناتج. تمام؟ نبدأ طبعًا نستخدم القاعدة المظبوطة، القاعدة المناسبة لي. سؤال رقم أربعة ده ومن مشاهير المسائل اللي بتيجي في الامتحانات، بيقول إيه؟ بيقول لك متوازي أضلاع طول ضلعين متجاورين في 6 سنتي و4 سنتي. أنا رسمت لكم الرسمة، طبعًا هو السؤال مش بيجي برسم. يعني السؤال لو جاني في الامتحان هيجي لك بدون رسم. انت اللي هتبدا ترسم وتبدا تحط المعلومات اللي انا مديها لك على الرسمه اللي انت هترسمها. اقرا تاني. متوازي اضلاع طول ضلعين متجاورين فيه 6 سنتي و4 سنتي. والارتفاع الاصغر 2. فان الارتفاع الاكبر يساوي نقط سنتي. هرسم رسمه متوازي اضلاع. مع مراعاه هو مديك 6 سنتي و4 سنتي. هتلاقي فيه ضلع قصير وضلع طويل. حط الأربعة على الضلع القصير وحط الستة على الضلع الطويل. احنا اتفقنا من شوية قلنا ايه؟ قلنا حد فاكر؟ يكتب على الشات، اللي فاكر يكتب على الشات. قلنا القاعدة القصيرة بيقابلها ايه؟ ايوه تمام، الناس اهي بتجاوب. ارتفاع طويل. طب والقاعدة الطويلة يقابلها ايه؟ ارتفاع بيكون قصير. طيب تاني، انا عندي ضلعين متجاورين وكتبت على القصير اهو 4 6 و4. ادي القصير 4 والطويل 6. قال لي الارتفاع الاصغر 2، يروح لمين الاثنين؟ يروح للقاعده اللي هي الاربعه ولا القاعده السته؟ اهو قال لي الارتفاع الاصغر، يبقى يروح لانه قاعده فيهم، يروح للقاعده الطويله يا مستر. يروح للقاعده مين؟ الطويله. تمام. طب احنا هنعمل نحل المساله دي ازاي؟ انا جبت لك المساله دي في امتحان، جات لك اختيارات. السؤال ده سؤال مهم قوي، بيجي كتير قوي في الامتحانات. اول حاجه يا مستر، هو عايز الارتفاع. الارتفاع بيساوي مساحه على قاعده. انا ما عنديش مساحه، طب اقدر احسبها؟ اقدر احسبها. ازاي؟ هو قال لك ضلعين متجاورين ومديك الارتفاع الاصغر. الارتفاع الاصغر يروح للقاعده الكبيره اهي. الاثنين مرسومه فعلا على القاعده الكبيره، انت اللي بترسمها. يبقى هقول المساحه. اول حاجه هجيب مين؟ المساحه. طول القاعده في الارتفاع. اخد انه قاعده يا مستر؟ هاخد القاعده الصغيره. فين القاعده اللي اسف القاعده اللي هي الطويله 6 سنتي مع الارتفاع الاصغر. يبقى 6 في 2 هتساوي 12 سنتي. كده انا جبت المساحه. وصلت للحل؟ لا. يعني لو في عندك 12 في الاختيارات اوعى تختارها. ليه يا مستر؟ ما هي طلعت صح. لا هقول لك ليه. هو هنا طالب مين؟ الارتفاع الاكبر، وانت جايب ايه؟ المساحه. يبقى حتى لو كان حاطط 12 في الاختيارات اوعى تختارها، لان مش هي دي الاجابه. انا هنا كده حليت جزء من المساله لسه ما خلصتهاش. يبقى المساحه بتساوي طول القاعده في الارتفاع. المساحه بتساوي طول القاعده في الارتفاع هتساوي الارتفاع الاصغر اللي هو الاثنين مع القاعده الطويله اللي هي ال 6 يبقى 12. طيب بعدين عايز اجيب الارتفاع الاكبر، هيساوي ايه الارتفاع الاكبر؟ هيساوي المساحه. انا بحسب الارتفاع الاكبر، بحسب مين؟ الارتفاع الاكبر. الارتفاع الاكبر هيساوي، اسف هي هنا المفروض دي الارتفاع، بحسب الارتفاع
دي كده الارتفاع، دي كده مين؟ الارتفاع. الارتفاع بيساوي ايه يا مستر؟ انا عايز الارتفاع الاكبر. تمام، يبقى الارتفاع عندي هيساوي المساحة على طول القاعدة. المساحة على مين؟ على طول القاعدة. المساحة على طول القاعدة. طيب المساحة انا هسيبها بكام يا مستر؟ المساحة انا هسيبها ايه فوقيها بكام؟ ب 12. قد ال 12 اهي، يبقى اكتب 12 على طول القاعدة. الارتفاع الأكبر ده يبقى القاعدة القصيرة اللي هي 4، يبقى 12 على 4 هتساوي 3. طب 12 على 4 هتساوي كام؟ 3. ده مستطيل. تمام، تعالوا نشوف الحقيقة بتقول إيه. مساحة المستطيل هتساوي الطول في العرض. مساحة المستطيل هتساوي الطول في العرض، معلومة قديمة خدتوها في ابتدائي. مساحة المستطيل الطول في العرض. طيب من جوه القاعدة دي ممكن أجيب القواعد، يعني القوانين المشتقة اللي هما مين يا مستر؟ اللي هو الطول والعرض. طيب تمام، زي ما جبتهم في متوازي الاضلاع، الطول هيساوي المساحه على العرض، طب والعرض هيساوي المساحه على الطول. يبقى الاصل عندي هي المساحه طول في عرض. لو عايز الطول هقسم المساحه على العرض، لو عايز العرض هقسم المساحه على الطول. الحقيقه دي تخص المستطيل. طيب تعالوا نحل كده مساله مع بعض. قال لي مستطيل بعده 3 سم و 4 سم فان مساحته بتساوي، ده سؤال مباشر. مستطيل بعده 3 سم و 4 سم فإن مساحته بتساوي، مديني اختيارات أحلها. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طول 3 والعرض 4 يبقى 3 في 4 ب 12. موجودة يا مستر؟ أهي اختار. سؤال مباشر ما فيهوش حاجة خالص. المسألة اللي جاية مهمة. قال لي مستطيل ه ب ج واو مرسوم عندك. ه ب ج واو، أدي المستطيل ه ب ج واو، ماله؟ قال لك مساحته 18 سنتيمتر مربع. مساحة المستطيل اللي موجود عندي 18 سنتيمتر مربع. وب ج بتساوي 9 سم، ب ج بكام؟ ب 9 سم، ادي ب ج ب 9 سم. فإن ارتفاع متوازي الأضلاع أ ب ج بيساوي نقط، يبقى عايز الارتفاع. تاني، يبقى أنا عندك هنا مستطيل. كويس، اسمه ه ب ج واو. سامع حد بيقول لي يا مستر مع المستطيل في متوازي الأضلاع، كلامك مظبوط. ادي المستطيل وادي متوازي الاضلاع ا ب ج د. طيب هو مديني ايه؟ مديني مساحه المستطيل ب 18 وطول القاعده ب ج ب 9 سم. عايز الارتفاع متوازي الاضلاع. ارتفاع متوازي الاضلاع او ارتفاع يعني اللي موجود عندي ممكن يمشي ال ه ب، ممكن يمشي الواو ج، صح؟ حد بيقول لي مظبوط. تمام، اقولهم تاني. الارتفاعين بتوع متوازي الاضلاع هم ال ه ب والواو ج. ايوه سامع واحد مركز بيقول لي يا مستر ما هم دول يعتبروا ضلعين في المستطيل. ممتاز، ما هم يعتبروا هنا ضلعين في المستطيل وفي نفس الوقت يعتبروا ارتفاعات لمتوازي الاضلاع. تمام، طيب انا عايز الارتفاع بتاع متوازي الاضلاع اللي هو الالف ب ج د. الارتفاع هو ال ه ب او الواو ج. طب الارتفاع بيساوي يا مستر؟ هيساوي مساحه على طول القاعده. انا عندي المساحه هي ب 18. سامع حد بيقول لي مستر هو بيقول متوازي الاضلاع لكن ال 18 دي بتاعت المستطيل. الراجل اللي بيقول الكلام ده صح؟ انا قايل من شويه نتيجه كانت بتقول ايه النتيجه؟ انا قايل من شويه نتيجه كانت بتقول ايه النتيجه؟ فاكرينها ولا ناسيينها؟ كانت في علاقه ما بين متوازي الاضلاع والمستطيل، كان في عندي نتيجه بتربط متوازي الاضلاع بالمستطيل اهي. كانت بتقول ايه النتيجه دي؟ كانت بتقول إن مساحة متوازي الأضلاع تساوي مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين. أقولها تاني، مساحة متوازي الأضلاع هتساوي مساحة المستطيل المشترك في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين إيه؟ متوازيين. يعني متوازي الأضلاع أ ب ج د هتساوي مساحة المستطيل ه ب ج واو. طيب يعني كده لو في عندي متوازي أضلاع مستطيل مشتركين في القاعدة هتكون مساحتهم إيه؟ هتكون مساحتهم متساوية. هتكون مساحتهم ايه؟ هتكون مساحتهم متساوية. تمام، طيب تعالوا نرجع للمسألة اللي احنا كنا شغالين فيها. ادي عندي مستطيل مساحته 18. طب ما هي مستر المستطيل ه ب ج واو متوازي الاضلاع ا ب ج د يشتركوا في القاعدة محصورين بين مستقيمين متوازيين، يبقى هتكون ايوه مساحتهم متساوية. يعني مساحة المستطيل اللي هو ال ه ب ج واو تبقى 18، ومساحة متوازي الأضلاع الألف ب ج د هتكون برضو 18 سنتيمتر مربع. شطار يا شباب. طيب أنا كده جبت مساحة متوازي الأضلاع، طيب تبقى ب 18 وعندي قاعدته أقدر أجيب الارتفاع؟
يبقى حضراتكم هنقول الارتفاع هيساوي المساحة على طول القاعدة. المساحة على ايه؟ طول القاعدة. نقسم ال 18 على 9 يديني 2 سنتي. موجودة في الاختيارات؟ ايوه يا مستر. نطلع عندي ونختار الاثنين. يبقى الارتفاع عندي هيكون طوله 2 سنتي. طوله كام؟ 2 سنتي. ناخد تمرين كمان. متوازي اضلاع ا ب ج د. متوازي اضلاع ا ب ج د مساحته 15 والارتفاع 5، فان طول المستطيل قديمه يا مستر. خلاص فهمناها. عندي متوازي اضلاع وعندي مستطيل، هما الاثنين مشتركين في القاعده، محصورين بين مستقيم متوازيين. يبقى مساحه المستطيل هتساوي مساحه متوازي اضلاع. هو مديني متوازي اضلاع كام؟ 15. يبقى مساحه المستطيل هتبقى كام؟ 15. يبقى نكتب هنا 15. صح صح. انا هنا بقول ايه؟ طول المستطيل. ركز تاني تاني، هو عايز طول المستطيل. انت استنتجت ان مساحه متوازي الاضلاع هتساوي مساحه المستطيل. يبقى لسه في مرحله تاني من الحل. في لسه في ايه؟ مرحله تاني من الحل، اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي انا عندي مساحة متوازي أضلاع 15، مساحة المستطيل 15، هو عايز طوله. يبقى ال 15 اللي عندي اللي هي المساحة على العرض. طب هو مديني 5 مش مديني عرض يا مستر. ما هو الخمسة دي اللي هي ارتفاع متوازي أضلاع تعتبر إيه؟ عرض المستطيل. مش لسه قايلين الكلام ده؟ تمام. يبقى هنقسم ال 15 على التلاتة هيديني 3 سنتي، أقدر أجيب منها طول المستطيل. يبقى طول المستطيل هيساوي 15 على 5 هيساوي 3 سم. هيساوي ايه؟ 3 سم. ناخد نتيجه كمان، نتيجه 3. بتقول ايه نتيجه 3؟ بيقول لك متوازيات الاضلاع المحصوره بين مستقيمين متوازيين. متوازيات الاضلاع المحصوره بين مستقيمين متوازيين. انا عندي فعلا هنا اكتر من متوازي اضلاع. ادي واحد لونه بنفسجي، واحد اخضر، واحد احمر. مالهم؟ قال لك متوازيات الأضلاع دي محصورة بين مستقيمين متوازيين، وقواعدها التي على أحد هذين المستقيمين متساوية. أيوه، اللي يحصل فعلا؟ أدي القواعد المتساوية، أدي هنا علامة تساوي، هنا علامة تساوي، هنا علامة تساوي. هستنتج إيه؟ تكون مساحتها متساوية. تاني، متوازيات الأضلاع المحصورة بين مستقيمين متوازيين، وقواعدها التي على أحد هذين المستقيمين متساوية في الطول، تكون مساحتها متساوية. تكون مساحتها إيه؟ متساوية. تمام. ليه يا مستر؟ اقول لكم ليه ببساطه. نرجع لقضبان السكه الحديد، مثال اللي انا كنت جايب فيه صوره السكه الحديد. قلت المسافه ما بين القضبين بتكون قيمه ايه؟ ثابته. بتكون قيمه ايه؟ ثابته. شطار. طب ما هو البعد ما بين المستقيمين دول اللي هو الارتفاع. يعني حضراتكم لو كان الطول ده هنا 5 هيكون هنا 5، هيكون هنا 5. والارتفاع لو كان هنا 7 هيكون هنا نفس الطول 7، هيكون هنا 7، لان البعد ثابت. يبقى هنا مساحة المستطيل البنفسجي 5 في 7 35، والتاني 5 في 7 35، واللي باللون الأحمر 5 في 7 35. يبقى إيه اللي أنا استنتجته يا مستر؟ استنتجت إن مساحتهم بتكون متساوية. يبقى النتيجة تاني، توازيات الأضلاع المحصورة بين مستقيمين متوازيين وقواعدها لأحد هذين المستقيمين متساوية في الطول، تكون مساحتها متساوية. تكون مساحتها إيه؟ متساوية. تمرين كمان، مثال. اختار الإجابة الصحيحة. قال لي متوازي أضلاع اسمه ألف ب ج د، مساحته 1.7 سنتي، والألف ب عندي بخمسة من عشرة سنتي، يعني نص سنتي. فإن س ص بيساوي كام؟ يبقى هو مديني مساحة. هو مديني مين؟ مساحة. عايز الس ص. س ص تعتبر ارتفاع عندي. س ص عندي هنا تعتبر ارتفاع. س. تمام يا ولاد؟ طيب نحلها إزاي المسألة دي؟ المسألة دي بسيطة. أول حاجة هنقول السين صاد اللي هي الارتفاع هتساوي المساحة على طول القاعدة. السؤال ده موجود عندكم في كتاب المدرسة. هتساوي المساحة على إيه؟ على طول القاعدة. المساحة بكام عندي؟ 1.7 سنتيمتر مربع. أدي 1.7 على طول القاعدة اللي هي الألف ب، هنا تعتبر قاعدة. يبقى 1.7 على 5 هتديك 3.4 سنتي. يبقى أختار عندي 3.4 سنتي. المسألة دي موجودة عندك في كتاب المدرسة. التمرين ده برضو موجود عندك في كتاب المدرسة. تعالوا نحل مع بعض. توازي أضلاع مساحته 2400 سنتيمتر مربع. يبقى هو مديني المساحة ب 2400 سنتيمتر مربع. والألف دال ب 48 سنتي.
هي الألف دال هنا تعتبر إيه يا مستر؟ ضلع. شطار يا شباب، ألف دال ضلع. والألف هي 40. فين الألف هي؟ أدي الألف هي بكام يا مستر؟ 40. تعتبر إيه الألف هي؟ قاعدة ولا ارتفاع؟ ارتفاع. شطار. طب فإن الجيم دال، فين الجيم دال؟ عايز أجيب الطول ده، يطلع كام؟ يبقى هو مديني 3 حاجات، مديني مساحة، ومديني طول أحد القواعد، ومديني الارتفاع، مش مديني القاعدة بتاعته. تاني، مديني مساحة متوازي أضلاع، مديني قاعدة من غير ارتفاع، ومديني ارتفاع من غير قاعدة. تقصد إيه يا مستر؟ أقصد هو مديك الألف دال 48، مش مديني طول الارتفاع بتاعها، ألف واو مجهول. ومديني الارتفاع ألف ه ب40، ومش مديني الدال جيم القاعدة بتاعته مجهول. سامع واحد بيقول لي يا مستر ما هو مديك المساحة تقدر تجيب اللي انت عايز. شطار 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 يا شباب، احب الناس المصحصحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عايز طول الجيم دال. فين الجيم دال؟ ادي الجيم دال، اهي الجيم دال اهي. الجيم دال هنا تعتبر ايه؟ قاعدة. شطار. الجيم دال تعتبر قاعدة. مين الارتفاع بتاعها؟ الف ايه؟ طيب القاعدة بتساوي ايه؟ انا لسه واخد قانون من شوية. القاعدة هتساوي ايه؟ هتساوي المساحة على الارتفاع. هتساوي المساحة على مين؟ الارتفاع. طيب تعالوا نكتب القانون ونشتغل مع بعض. الجيم د اللي هو طول القاعدة هيساوي المساحة على الارتفاع. المساحة هو مداني بكام؟ ب 2400. ادي ال 2400. طب الجيم د اللي هي القاعدة دي، مين الارتفاع المناظر ليها؟ يعني ايه الارتفاع المناظر ليها يا مستر؟ يعني الارتفاع العمودي عليها. تاني، الجيم د هي القاعدة اللي موجودة عندي، الارتفاع المناظر ليها هو الألف ايه؟ ولا الألف واو؟ لا، هو مين العمود عليها؟ الألف ايه؟ طوله كام؟ 40. يبقى هنقول ال 2400 على ال 40. 2400 على كام؟ على ال 40. هيطلع كام الناتج يا مستر؟ هيطلع 60 سنتي. ملاحظين ايه في المسألة دي؟ هقف عليها شوية. ايه اللي ملاحظينه في المسألة دي؟ مديك 3 أرقام بس ما استخدمتش غير الرقمين. يعني هو مديك الرقم الثالث ده عشان يشوفك مذاكر كويس ولا لا. خلي بالك، خلي بالك، الناس اللي مذاكره كويس وفاهمه الدرس كويس هتبدا تختار الارقام المناسبه وتبدا تستخدمها في حل التمرين. لكن اللي هيكون مذاكر نص نص ممكن يتلخبط وياخد رقم مش مناسب وما يطلعش ناتج عندي في التمرين. تمام، فانتبهوا للجزئيه دي، انتبهوا للجزئيه دي. يبقى انا عندي هيكون الإجابة 60، يبقى أختار الـ60. أختار إيه؟ أختار الـ60. خلي بالك لو أنت حليت أخدت أرقام مش مظبوطة ممكن هو يكون حاططها برضو من ضمن الاختيارات، فممكن تقع في الاختيار، ممكن تقع في الاختيار وتختار اختيار خاطئ. فانتبه للجزئية دي. ناخد تمرين كمان. بيقول لي بالاستعانة بالشكل المقابل عايز طول البهجي. بالاستعانة بالشكل المقابل عايز طول البهجي. هسيبها لكم دقيقة تفكروا فيها وأشوف الإجابات على الشات. بالاستعانة بالشكل المقابل عايز طول البهجي بتساوي كام سم؟ نشوفها مع بعض. هنا مديني الألف ب 30 سنتي، مديني الدال، مديني الدال ه ب 50 سنتي، مديني الدال واو ب 24 سنتي. مديني الدال واو بكام؟ ب 24 سم. ايه المطلوب مني؟ عايز طول البي ج. تمام. سامع حد بيقول لي يا مستر البي ج اللي هي القاعده اللي تحت، جميل، اللي هي القاعده دي كويس. مين ارتفاعها يا مستر؟ 24. طب القاعده هتساوي مساحه على ارتفاع، صح؟ او المساحه على الارتفاع المناظر ليها. طب انا عندي مساحه؟ ما عنديش. يبقى مش هعرف احلها؟ لا، ادور على حل تاني. يبقى انا ما عنديش مساحه. مع الاسف البي ج هتساوي مساحه على الارتفاع. عندي قيمة الارتفاع بس ما عنديش مساحة، يبقى مش هينفع استخدم المعلومة دي. هي مش هتنفع، أنا هأجلها دلوقتي وأدور على حاجة غيرها. هل ينفع أجيب المساحة بأي معلومة موجودة عندي؟ تمام. سامع حد بيقول لي يا مستر ما هو أنت عندك القاعدة الألف ب ب 30 والارتفاع المناظر ليها هو الدال ه ب 50، من هنا أقدر أجيب المساحة لأن عندي قاعدة وعندي ارتفاع مناظر ليها. تاني، عندي أدي القاعدة الألف ب وعندي الارتفاع اللي هو الدال ه المناظر ليه، أقدر أجيب المساحة، أقدر أجيب المساحة. يبقى المساحة هتساوي طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها.
طب القاعدة هنا كام يا مستر؟ 30، وارتفاع المناظر ليها كام؟ 50، يبقى ال 30 تنضرب في ال 50 تطلع 1400 سنتيمتر مربع. يبقى القاعدة في الارتفاع المناظر لها، القاعدة فين؟ في الارتفاع المناظر لها، يبقى 30 في 50 ب 1500. طيب دلوقتي اقدر اجيب ال ب ج؟ تقدر يا مستر تجيب ال ب ج. ال ب ج دي ايه؟ قاعدة، اكتب جنبها طول القاعدة. طول القاعدة هتساوي ايه؟ هتساوي المساحة على الارتفاع. هتساوي المساحة على مين؟ الارتفاع. المساحة وانا جبتها اهو، يبقى اكتب 1500 على الارتفاع المناظر ليها. ادي ال ب ج، المساحة عندي 1500. طيب ادي ال ب ج، مين الارتفاع المناظر ليها؟ 24. يبقى 1500 على ال 24 بالآلة الحاسبة هتطلع معايا 62.5. يبقى القاعدة هتساوي المساحة على الارتفاع المناظر ليها، 1500 على ال 24 هتطلع 62.5. اختار ال 62.5. تمام يا شباب؟ طيب ناخد كمان تمرين. مساحة المثلث دي نتيجة 4. بتقول ايه نتيجة 4؟ يقول لي مساحة المثلث بتساوي نصف مساحة متوازي أضلاع المشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة المشتركة. واضح كده من كل النتائج اللي احنا بناخدها. بنقول ايه يا أولاد؟ بنقول إن مساحة كذا بتساوي مساحة كذا، أو مساحة كذا بتساوي نص مساحة كذا. وفي عندي شروط موجودة اللي هي ايه؟ مشتركان في القاعدة محصورين بين مستقيمين متوازيين. يبقى لما اتكلمت في الاول اتكلمت على مساحه المستطيل بتساوي مساحه متوازي اضلاع المشتركين في القاعده محصورين بين مستقيمين متوازيين، وهنا بتكلم ان مساحه المثلث نصف مساحه متوازي اضلاع المشترك معه في القاعده ومحصور معه بين مستقيمين متوازيين. واتكلمت على النتيجه اللي بتقول متوازيات الاضلاع، بس ما قلتش هناك مشتركه في القاعده، قلت متوازيات الاضلاع محصوره بين المستقيمين المتوازيين، وقواعدها التي على احد المستقيمين المتوازيين بتكون متساويه في الطول تكون مساحتها متساوية. فخلي بالكم العامل المشترك عندي هنا ان نكون مشتركين في المساحة او المساحات متساوية ومحصورين بين مستقيمين متوازيين. طب يا مستر انت كله كنت بتقول تساوي، لكن هنا بتقول ان مساحة المثلث نصف مساحة متوازي اضلاع. ضمن القانون هي مساحة المثلث بتساوي ايه؟ نصف القاعدة في الارتفاع، كويس، ومساحة متوازي اضلاع طول القاعدة في الارتفاع. لما هتضرب نص القاعدة في الارتفاع هيدي لك قيمة بتساوي نصف الطول في الارتفاع. عشان كده بنقول إن مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع مشترك معه في القاعدة والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين. تعال نشوف التمرين ده. يقول الاستعانة بالشكل المقابل، إذا كانت مساحة متوازي الأضلاع بتساوي 24 سنتيمتر مربع، فإن مساحة المثلث ه ب ج هتساوي كام؟ مساحة متوازي الأضلاع اللي عندي اللي هو ال ب ج ب 24، مساحة المثلث لو انا بصيت هلاحظ ان المثلث علاقته ايه بمتوازي اضلاع؟ مشترك معه في القاعده ب ج ومحصور معه بين مستقيمين متوازيين. يعني ايه محصور معه بين مستقيمين متوازيين؟ يعني راس المثلث على المستقيم الموازي للقاعده. اقولها تاني، راس المثلث يكون يقع على المستقيم الموازي للقاعده. سامع واحد بدا يركز فبيقول لي يا مستر ينفع راس المثلث يكون خارج او أعلى من المستقيم موازي للقاعدة؟ لا ما ينفعش. طب ينفع يكون رأس المثلث لا يصل للمستقيم موازي للقاعدة، يعني يكون ما وصلهوش، يعني يكون النقطة تحت هنا مثلا كده عند السهم زي ما أنا واقف، ينفع؟ لا ما ينفعش. لازم يكون رأس المثلث يقع على المستقيم الموازي للقاعدة. في الحالة دي الشروط تكون موجودة، فأقدر أستنتج القاعدة اللي هي مساحته هتساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع. طيب هل هنا الشروط موجودة اللي هي إيه يا مستر؟ اللي هي العلاقة ما بين المثلث ومتوازي الأضلاع. تعالوا نشوفها مع بعض. أدي المثلث اسمه ه ب ج، متوازي الأضلاع اسمه أ ب ج د، تمام؟ هل هما مشتركين في القاعدة؟ أه يا مستر هما فعلا مشتركين في القاعدة ب ج. طب هل هما محصورين بين مستقيمين متوازيين؟ تعالوا نشوف رأس المثلث، هل هو على المستقيم موازي القاعدة؟ أيوة فعلا يا مستر، أدي اله فعلا على مستقيم متوازي القاعدة. يبقى هنا الشروط مكتملة، يبقى مساحة المثلث نص مساحة متوازي الأضلاع. طب متوازي الأضلاع بكام؟ ب 24، يبقى مساحة المثلث هتبقى نصه، يعني كام يا مستر؟ يعني 12. تمام، يبقى أختار ال 12. أختار مين؟ أختار ال 12. ناخد آخر مسألة معايا النهاردة. يقول لي تمرين أ ب ج د مستطيل
زي ما انتم شايفينه كده، ادي الالف ب ج ده المستطيل. تمام، برهن وهيه ينتمي للشعاع ب ج. ايه ينتمي للشعاع ب ج؟ يعني اله بتكون على امتداد الب ج. هي على مين؟ امتداد اله الب ج. برهن ان مساحه المثلث د ا ف، فين د ا ب؟ د ا ف اهو، د ا ف اللي هو باللون الابيض ده بيساوي مساحه مثلث ا ب ج اللي هو باللون الاحمر. عايز اثبت ان مساحه مثلث د ا ف بيساوي مساحه مثلث ا ب ج. نحلها ازاي دي يا مستر؟ سيب لكم دقيقه كده فكروا. تمام، نبدا نشوفها مع بعض. عندك الالف دال بيوازي ب ج، ادي الالف دال بيوازي ب ج يا مستر، بس مش محطوط علامات توازي، هو مش المستطيل، كل ضلعان متقابلان متوازيان لان هو في الاصل متوازي اضلاع. افتكرت الناس اهو. يبقى الالف دال بيوازي مين؟ ب ج. يبقى الالف دال يوازي ال ب ج. يبقى نستنتج كده دغري ان مساحه المثلث اللي هو باللون الاحمر اللي هو الالف ب ج نص مساحه المستطيل الف ب ج د. يمشي؟ يمشي. يبقى مساحه المثلث الف ب ج نصف مساحه المستطيل الف ب ج د. يبقى المثلث الاحمر نصف مساحه المستطيل. سامع حد بيعترض بيقول لي يا مستر النتيجه كانت بتقول المثلث نص متوازي الاضلاع. ده ايه رايكم يا اولاد؟ كلام الراجل ده كويس صح ولا مش مظبوط؟ ايوه زمايلك بيردوا بيقولوا ان المستطيل هو متوازي اضلاع. يبقى مساحه المثلث لو ساوت نصف مساحه مستطيل يعني هتساوي نصف مساحه متوازي اضلاع، يبقى النتيجه مظبوطه والبرهان اللي احنا شغالينه مظبوط، لان المستطيل هو حاله خاصه من حالات متوازي الاضلاع. طيب اعيد الجزئيه اللي انا قلتها دي تاني عشان نكمل البرهان. هو أ أ ب ج د مستطيل وه ينتمي للشعاع ب ج على الامتداد يعني. برهن أن مساحة المثلث د أ ه يساوي مساحة المثلث أ ب ج. بما أن عندي الألف د بيوازي ب ج لأن الشكل مستطيل يبقى كل ضلعان متقابلان متوازيان، يبقى مساحة المثلث اللي هو باللون الأحمر اللي هو الأ ب ج نص مساحة المستطيل أ ب ج د. تمام، ودي رقم واحد. طيب ندخل في رقم اتنين. بما ان الالف د بيوازي ب ج يبقى مساحه المثلث د ا ه يساوي نصف مساحه المستطيل الالف ب ج د. ليه يا مستر؟ اه لانه بيشترك في القاعده، بس القاعده هنا المره دي كانت ايه؟ في اللي فات كانت القاعده ب ج، لكن في الدال ا ه القاعده هي د ا، هي الدال مين؟ هي الدال ا. يبقى مساحه المثلث د ا ه نصف مساحه المستطيل الالف ب ج د، والرأس هنا على المستقيم الموازي للقاعدة. من واحد واتنين نستنتج ايه؟ نستنتج ان مساحة المثلث الألف ب ج هتساوي مساحة مثلث د ألف ه، أو مساحة مثلث د ألف ه هتساوي مساحة مثلث ألف ب ج وهو المطلوب. يبقى احنا النهاردة أخدنا ايه يا ولاد؟ النهاردة احنا اتكلمنا عن متوازيي الأضلاع مشتركين في القاعدة محصورين بين مستقيم متوازيين بيكونوا متساويين في المساحة. مساحة المستطيل بتساوي مساحة متوازي الأضلاع مشترك معه في القاعدة محصور معه بين مستقيم متوازيين. اتكلمنا كمان إن مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة محصور بين مستقيمين متوازيين. كان معاكم أمير جرجس مدرسة السادات الثانوية محافظة جنوب سيناء. أتمنى تكونوا استوعبتوا الدرس. الدرس هيكون موجود معاكم لغاية بكرة آخر النهار على المنصة. بعد كده هتلاقوه نزل على اليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليه اكتر من مره. لو في حد عنده اي استفسارات ممكن يسيبها على الشات. مع تحيات الاداره العامه للتعليم الالكتروني ودمتم في رعايه الله.